بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الحضور، أيها الحفل الكريم، في هذه اللحظات تتويج الإخوة الفائزين في سباق هذا اليوم. مسافة الاثنين كيلومتر ضج للسيد صالح بن حمد أبو شريد، انتزعت المركز الأول والسيف. تهانينا والناموس سالم الأتهم، تسلم نيابة عن السيد صالح بن حمد أبو شريدة. قلت تهانينا والناموس للسيد صالح بن حمد أبو شريدة على فوز ضج بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي مسافة الاثنين كيلومتر. فئة القعدان من مسافة الاثنين كيلومتر مرموق للسيد سالم بن حمد الأتهم، انتزع المركز الأول مع مرموق، والسيف الثاني له في الأسبوع الثاني على التوالي. تهانينا والناموس للسيد سالم بن حمد الأتهم على فوز مرموق بالمركز الأول والسيف. تهانينا والناموس. الإخوة السودانيين من مسافة الاثنين كيلومتر، الإخوة السودانيين الرياضية للسيد عبد الباقي عفوية، انتزع المركز الأول مع الرياضية. تهانينا والناموس على فوز الرياضية بالمركز الأول. الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان كان من نصيب مياس للسيد مبارك بن محمد الرشيدي. مبارك الرشيدي، تهانينا والناموس. صديق على العبيد نيابة عن مبارك الرشيدي، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. الشوط الأول الرئيسي من مسافة 1500 متر كان من نصيب تحذير للسيد علي بن راشد بن شفيع المري، تهانينا والناموس. وكان أفضل توقيت مع تحذير 2:07. السيد سعيد بن راشد بن شفيع تسلم كاس تحذير، وتهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان، الفائز للسيد سالم بن فرحان العنزي، انتزع المركز الأول. نقول تهانينا والناموس للسيد سالم بن فرحان العنزي على فوز الفائز بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي من مسافة 1500 متر. نجي لأشواط الإنتاج والمنتجين، الأشواط المهمة، أشواط الإنتاج الشخصي. المركز الأول كان من نصيب الشاهينية للسيد حسين بن محمد الجرحب، تهانينا والناموس على فوز الشاهينية مع بن جرحب. هذا كأس الشاهينية، تهانينا والناموس. الصورة التذكارية بكأس الشاهينية، تهانينا والناموس. الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان كان من نصيب الباز للسيد فهد بن صالح المشروم. أهالي روت الأرنب متواجدين في صباح هذا اليوم مع الإنتاج والمنتجين، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. فئة الصعوب، الشوط الأول الرئيسي لفئة البكار كان من نصيب الشهامة، وهذه الماركة المسجلة باسم سعيد بن محمد بن قحيز، انتزعت المركز الأول الشهامة. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن محمد بن قحيز وأحفاده، يتسلمون كأس الشهامة التي انتزعت المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي لفئة الصعوب. فئة القعدان كان من نصيب حوران للسيد جابر بن محمد أبو برجس، انتزع المركز الأول. تهانينا والناموس على فوز حوران بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي لفئة الصعوب. شكرا لجميع الإخوة الذين قاموا على نجاح سباق هذا اليوم، شكرا والتهاني موصول للإخوة الفائزين. شكرا للسيد سلمان بن حمد البريدي، وشكرا الأخ قطبي في الإخراج والتصوير. هذه تحياتي، محدثكم محمد الحسن الكباشي.